الهيئة الإدارية لاتحاد كرة القدم الحالي. طبعا كلام كثير حقيقة يستحق الوقوف عند قبل وبعد التظاهرة، لكن يعني نحاول نستغل وقت الحلقة كاملا بإجراء يعني اتصالات مع قادة التظاهرة التي خرجت مطالبة بالحل والتغيير الجذري لواقع الكرة العراقية. وأبدأ مع نجم منتخباتنا الوطنية والمهاجم الفذ والغزال الأسمر وأحد قادة التظاهرات الكابتن يونس عبد علي. كابتن يونس، تحية لك وأهلا وسهلا بك في برنامج حوار سبورت. تحياتي لك حق حسين، وأتشرف أكون بيناتكم يعني تتعاملون بعض المواضيع مني. نعم كابتن يونس، احنا يعني بالبدايه ان شاء الله يعني نطلبك تجينا جاي هنا الحوار سبورت، هذا واحد. ان شاء الله. واثنين، خليني ابدا من المراره اللي تحدثت بها في وسائل الاعلام لما آل اليه واقع كره القدم العراقيه. طبعا بالبدايه نشكركم على الاتصال، وتعرف انت انا رجل رياضي يعني سابق واعتزلت وما عندي تفكير بعد بالعوده او المشاركة، لكن اللي شفته من وضع يعني كنت أتمنى من كل الرياضيين المتواجدين ينهضون هاي النهضة، لأن وضع العراق أصبح وضع متأزم رياضيا وسياسيا من كل المجالات. إحنا علينا بمجالنا الرياضي. يعني أنا مشيت في شارع وبعثوا لي يوتيوبات وشفت إنه العالم شلون تعبر والبكاء والدموع بعيونهم، وبالشارع انه بدأوا يسألوني يقولوا له وين دوركم انتم ليه ساكتين، يعني والله كلمت. نعم كابتن يونس، اني خليني اسالك او انطلق من شيء جميل انت تكرره دائما في لقاءاتك، تقول اني ما عندي اي مطامع واي مغانم احاول احصلها، فانت بالتالي ليس لديك شيء لتخسره، المفروض الكل يخاف منك حقيقه، لان دائما يقال حتى في لغه يعني الحروب، وان لم يكن يعني التعبير قريبا من ما نريده، ان دائما تكون خائف من اللي ما عنده شيء يخسره. انت ما عندك شيء تخسره حقيقه، لكن اللي دفعك لي يعني ايقاد هذه الجذوه هو حرصك على سمعه الكره العراقيه اللي انت تشكل وحده من شخوصها في وقت سابق. والله العظيم هاني ما اعتبرت نفسي من دفعت كنجم او كرياضي او كاسم. هاني عراقي يا اخي، هذا بلدي. نعم يا اخي، ما ممكن احنا متمسكين بوضع يعني خاطئ. مدرب متمسك بمنصب، وانا كل احترامي لصديقي راضي واخويا، لكن الموضوع انه انت تشوف وضع العراق وين وصل. احنا نخطط لاكبر محفل بالكون هو كاس العالم، واحنا صرنا مهزله في كاس العالم. يعني ارفع القبعه لمهدي علي مدرب الامارات، 9 نقاط وقال اني اعتذر. مدرب تايلاند قال اعتذر من شعبي لاني خذلتهم. بالمناسبة كابتن، مهدي علي أعاد هيبة الكرة الإماراتية التي كانت مفقودة قبل حقيقة. يعني أنا أعترف بصراحة. سوى إنجاز للإمارات واعتذر. مدرب تايلاند بدأ فريق أنت يعجبك، يعني إحنا نتمنى بهذا المركز، إحنا بنكون نقدم كرة مثل بقية العالم. نعم. تطور. قال اعتذر من شعبي لأن خذلتهم. يا أخي الاعتراف بالخطأ يعني شجاعة. إحنا في. ليش متمسك؟ احنا ما عندنا ثقافة يعني استقالة حقيقة. يعني ما عندنا ثقافة، خلي اخي نبدا من جديد نشتغل على ثقافة. احنا ليش يقول لك بالعامية خيرنا لغيرنا؟ الناس اللي هي عباقرة الرياضة العراقية الان بيخدمون دول الجوار، واحنا ضالين بمصطلح انت بعثي وانت حزبي، وهذا ما اوصل البلاد اليه من انحطاط ودمار. يعني حقيقة اني كابتن نعم كابتن يونس، انا خلينا نتمسك بقول الرسول نعم صلى الله عليه وسلم، عفى الله عما سلف. يعني كابتن يونس حقيقه يعني انا ما استغرب، يعني دائما ما من نسال على هاي الشخوص الاسماء المؤثره اللي تملك الحنكه والدرايه والخبره في اداره دفه جمهوريه كره القدم كما يطلق عليها في الاعلام الرياضي، دائما نصطدم باللي قلته قبل قليل، هذا بعثي وهذا كذا وهذا كذائي وهذا ما اعرف ايش، وبالتالي نخسر كفاءات يستفيد منها غيرنا.
هي المشكلة بالعراقيين هي قلة، مع احتراماتي، نعم، قلة الثقافة. نعم، احنا نحتاج الى ثقافة. نعم، الثقافة عند هؤلاء الناس اللي عايشين برا هم عراقيين. نعم، فهذول يمكن يوجهونا للطريق الصحيح. نعم، بس احنا الفشل مالنا. نعم، ونعتبر اكثر الناس الدخلاء هم اللي يصرفون بهاي الالفاظ. نعم، لانه تعرف من تجي القامه راح تهزهم من مكانهم. نعم يا اخي، سعوف المنصور يا اخي، هذا بلدكم العراق، شويه فكروا به. انا انتفضت لانه وصلت مرحله بعد ما اتحمل اشوف هاي الفرق اليوم الهند فوقنا. والله بصراحه يعني حتى تصنيف منتخبنا يؤسف الى حقيقه، حتى تصنيف منتخبنا. زين كابتن، وطنيتي يا اخي ليش يا بتمسك بهذا الموضوع؟ كابتن يونس انت التظاهره، نعم، انا لا تقول لي حج حسين، لا تقول لي انت قائد التظاهره، انا طلعت مواطن عراقي. وهذا الشيء حقيقه اني اكبر بيك ان انت يعني تقول اني مواطن عراقي، تركت نجوميتك وتركت كل تاريخك الكروي الحافل. والله العظيم طلعت مواطن عراقي وما مجبور اظهر بشاشات التلفزيون وعيوني لا اراديه تنزل منها الدموع. انا شنو جابرني؟ قاعد ببيته وتركت الرياضه وانتهى. نعم، يعني تدري كابتن يونس، يعني حقيقه انت وكل النجوم، يعني اني البارحة واليوم أشاهد حقيقة، أنا لظرف شخصي حقيقة يعني ما قدرت أوصل حقيقة للتظاهرة، لكن أنا لما أشوف يونس عبد علي، إبراهيم سالم، حسن كمال، غانم عريبي، وعذرا سعد عبد الحميد وبقية الأسماء، باسم عباس، أحمد راضي، وجه لكم رسالة ما أعرف وصلتك أو لا، إن شاء الله خلال الأيام سيعود إلى بغداد. وصلتني. نعم، وصلتني، وعندي اجتماع يوم السبت مع أحمد راضي أخوي أبو فيصل. نعم، سيكون حاضرا. النجم يونس محمود أيضا أرسل رسائل، أيضا اتصال وراح يكون حاضر، وأيضا النجم نشأت أكرم. حقيقة إحنا إذا أنا ما غلطان لا حشاك كابتن، لكن إحنا أني كإعلام أني أريد أسألك. نعم، انت واني وكل اللي بتماس مع الشان الكروي العراقي تحديدا، كليتنا نعرف الخلل ليس خلل مدرب ولا فقط اعضاء الاتحاد الحاليين، الخلل بالمنظومه ككل. نعم، انتم يعني من اطلقتم هذه الشراره، انت والنجوم السابقين، خلي يعني نوزع المسؤوليه كما يقال، هل يعني وضعتم في اذهانكم كيفيه النهوض بالمنظومه ككل؟ لان احنا المنظومه ككل في تراجع، وهذا المشكلة الكبيرة حقيقة. أستاذ حسين، أنا راح أوصل لك معلومة. نعم، إحنا بدينا لأنه أو نقول طلقة الشرارة، لأنه الوضع الحالي. نعم، هو وضع الاتحاد العراقي، لأن المنتخب خرج من التصفيات والشارع يتكلم بهذا الموضوع. نعم، فخرجنا هذا إصلاح هذا الموضوع، أو ماكو إصلاح، هو تغيير جذري. فبعدها راح نقعد اجتماع، لأن راح تتوسع قاعدتنا. نعم، وراح يمكن ناس كثير تنضم لنا، وانا جتني اتصالات من الخارج من شخصيات كبيره وشخصيات تريد تدعم ماديا الى تنظيم منظمه خاصه بالنجوم، راح يكون النشان حكومي بالوضع الرياضي. نعم، فبعد هاي الامور اللي نخلص منها مال الازمه اللي يمر بها منظومه الاتحاد، راح نتوسع اكثر. منظومة اللجنة الأولمبية، بقية الألعاب، احنا ما نصلحنا مكان ونترك مكان آخر. نعم، احنا شعارنا لا وجود لكل مفسد بالرياضة العراقية. طيب يعني أنا أسأل هنا كابتن يونس، حقيقة كل خطوة مباركة تهدف إلى إصلاح واقع رياضتنا احنا معها، تحدثت عن كفاءات مغيبة بالخارج، طبعا بالمناسبة عندنا كفاءات أيضا مغيبة بالداخل، وعندنا أسماء أيضا في الداخل لكنها تبعد أو يحجم دورها حتى ما تعطي أو ما تنصح أو حتى ما يعني يكون لها بصمة في 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 واقع كرتنا. يبدو أن الاتصال قد قطع مع الكابتن يونس عبد علي، نجم منتخباتنا الوطنية ونادي الشرطة، و يعني اتمنى نعاود الاتصال بمره ثانيه حتى نتواصل الحديث. الحين معاوده الاتصال، اتمنى من السيد المخرج يحضر لنا لقطات مشاهدينا الكرام من التظاهره التي انطلقت مطالبه بالتغيير، تغيير واقع وليس فقط استقاله اعضاء الاتحاد. Come on.
اليوم مظاهرتنا ضد الفاسدين والمفسدين. هذول الناس باقوا فرحة الشعب العراقي، لأن احنا بس كرة القدم تفرحنا، العراقيين كله لا السياسي فرحنا ولا أي جهة تفرحنا غير كرة القدم. هذول ناس مرتزقة، هذول ناس عندهم ميليشيات عصابات، هذول ما لهم شغل بكرة القدم. مطالبنا حل، شلع قلع كلهم 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 كلهم، انه لازم نبدلهم. هذول ناس لفوا على كرة القدم. يا اخي الانسان اذا ما تحترم انتوا يا اتحاد، اذا ما تحترمون هاي العالم يا اخي احترموا نفسكم. بدي اقول لك اطلع برا، هسه انا اجي على واحد جايب بيتي اقول اطلع برا، غير يحترمنا سوي يطلع اطلعوا. يا اخي لا تحترمون الناس، احترموا نفسكم. الانسان ما عنده كرامه، ما عنده ذات، ما يصير هالشكل. والسيد الوزير قفل البيبان حتى المظاهره ما تطلع، يعني انت تحامل الفاشلين والفاسدين، ما يصير هالشكل. انجازاتكم شنو الاتحاد سويتونا؟ يعني البحر يطلع احد اعضاء الاتحاد على قناه دجله يقول يابا انا عندي انجازات، والشباب صعدوا كاس العالم، والناشئين صعدوا كاس، انه غير انجازك التزوير. هو غير صوت مهيم سوينا 92. خلوا ساكتين يا عمي، استحوا شويه، استحوا طلعوا. اذا عندكم قطره غيره وشرف طلعوا. باعوا هاي العالم اليوم وباعت المضاعفات ومستمرين الا سقطكم. شلع قلع ما بيكم واحد. من هو العرقان بدريس بيكم؟ من هو العرقان بدريس؟ عبد الخالق لو كامل لو غيره لو كلكم شلع قلع مو رياضي، هو الرياضي احسن لكم. هاي المظاهرات اثبتت عدم شرعيه الاتحاد، بعد هو الاتحاد على شنو؟ بس احنا عتبنا على الهيئه العامه، الهيئه النائمه، مع الاسف عليكم انتم بيكم ناس رياضيين، المفروض تحركون. يعني الشارع الرياضي ما يريد هذا الاتحاد، ما طورنا، انجازات وهميه، انجازات كلهم الزور، الاعلام كله يعرف، قناتكم تعرف. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، كان هذه لقطات من تظاهرة الأمس، والآن مرة ثانية معنا الكابتن يونس عبد العلي. كابتن حقيقة أسئلة كثيرة، يعني أنا أريد أسألك، لكن خليني أبدأ من الجملة اللي نطقها أحد يعني الأخوة اللي كانوا قبل قليل بالتظاهرة. يبدو أن الاتصال قطع مرة ثانية، يبدو أن حتى شبكات الاتصال يعني اليوم ضدنا. خلينا نكمل. أحد الأخوة في التظاهرة يعني قال جملة جميلة جدا تستحق الوقوف عندها، هو الحديث اللي هو الآن حديث في الشارع الكروي، الهيئة العامة متى ستصحو؟ متى ستدعو إلى اجتماع طارئ؟ اليوم أكثر من نجم، أكثر من شخصية رياضية تعتب كثيرا على الهيئة العامة في اتحاد كرة القدم، اللي صوتها أصبح أو مو أصبح، هو أصبح وأمسى مغيب، لأنها لا تدلو بدلوها في هكذا يعني حق يعني أمور مفصلية تحدث في واقع كرتنا العراقية. تظاهرة يعني ضمت الكثير من نجوم كرتنا السابقين، وأيضا الإعلاميين والمواطنين العاديين. مرة ثانية معي الكابتن يونس عبد علي. كابتن، الهيئة العامة كيف يمكن إيقاظها من سباتها كما وصفها قبل قليل أحد المتظاهرين؟ والله العظيم قلت لك هم الهيئة العامة يعني كلهم أغلبيتهم يعني أسماء ونجوم ورؤساء عندي، فما أعرف إذا يقبلون بهذا الوضع المزرع، راح يضيعون تاريخهم كله. إذا أنتم استعداد يضيعون تاريخهم، إحنا نعرف بطرقنا الخاصة، نعرف شلون نعيد هيبة الكرة العراقية. نعم كابتن، أكو أمر ثاني دائما كل ما يعني وضع الاتحاد، الأخوة في اتحاد كرة القدم والبعض منهم، يعني خلي نكون أكثر إنصافا، كلما وضعوا في عنق زجاجة كلما لوحوا باللجوء إلى الفيفا، يعني وكأن الأمر سيجعل من كرة القدم تموت في عراقنا. هذا كلامك منطقي أستاذ حسين. نعم، انه انت متمسك بمكان وده تهدم بلد. نعم. وفي حال تغييرك الناس تريد الصحة هذا الوضع، انت تقول الجهة للفيفا واوقف العراق، اذا انت مو عراقي. انت ما تخدم بلدك. نعم. ليش احنا بنظاهر تقولون هذا تظاهركم راح يأثر على
رياضة العراق راح الحضر، الحضر صار 25 سنة مرفوع. احنا هسه فكرنا بس بهلأ وبالحضر. بعد وين شفتوا هاي 25 سنة؟ زين كابتن يونس، يعني هناك كلام كثير عن هذا الموضوع، موضوع إصلاح المنظومة الرياضية. هل فقط بإقالة أعضاء الاتحاد الحاليين؟ ماذا لو خلينا نستقرأ الأحداث، يعني حقيقة أريد أستثمر وجودك. ماذا لو مثلا وقعت علينا عقوبات بالحرمان كما وقعت على مصر على الكويت حاليا؟ شوف أستاذ عزيز، بكل الحالات نحن معاقبين. نعم، ولن نمر بأسوأ من ما نمر به حاليا. والله العظيم ماكو تغيير، ماكو كل شيء. احنا هسه العقوبة انا اعتقد بصالح العراق. خلنا نعيد وضعنا الداخلي، خلنا نبني صحيح، خلنا نبدأ نأسس ملاعب كروية تليق بسمعة العراق. احنا اغنى بلد. طيب ليش وضعنا هيك مزري؟ احنا 25 سنة متوقفين. نعم، احنا هاي مشاركاتنا ترى كلها يعني شلون اقول لك شكلية. نعم، شاركنا بغرب آسيا، اشتركنا بكأس العرب، اشتركنا بالخليج. احنا نضحك على نفسنا، احنا 40 سنة مصعدين كأس العالم، وهذه كارثة. يعني اقول الحمد لله والشكر صار عندنا انجاز 2007. هذا فقط انجاز يعترف به. يمكن لولا هذا الانجاز لكانت الكرة العراقية في سباتها. هذا الضحك على الذقون. فخلنا نعيد منظومتنا، خلنا نعيد وضعنا. الان الكويت متوقف. نعم، انت تعلم ماذا يعمل الكويت الان؟ يبدأ بإعادة هيكلة واقع الرياضة. نعم، وضع الرياضة من جديد، وأمامنا منتخب مصر عاد أقوى من قبل. فإحنا لا نضحك على نفسنا يا أخي. الشارع الرياضي شوية أوعوا تدقوا. إحنا وصلنا مرحلة أسوأ بلد رياضي، ما عندنا ملعب. الآن دورينا ما نعرف شلون نظمه. رؤساء الأندية يصرفون كل موسم 10 مليارات على لاعبين ما يستحقون 1000 دينار. وهم نفسهم اهل المليارات، اللاعبين هم اللي خذلوا العراق بهاي البطولات. يعني هذا وليد دوري ضعيف. اسوي لي يعني خد ملعب نظامي نموذجي حتى افتخر به. يمكن غير ملعب المدينه الرياضيه وملعب كربلاء والنشاط الحاصل الان، ما عندنا ملاعب، وهذه يعني حتى وان اكتملت هي يحتاج العراق اضعافها. بلد يمتلك ثروه مثل العراق ما عنده بس 3 ملاعب. يعني كابتن يونس، الثروة اللي تتحدث عنها أنت ليست في المال، في المواهب الموجودة. يعني إحنا ما شاء الله بلدنا مملوء. أستاذ حسين، أنت مثلا اختصاصك رجل مثل عندك أسواق، أجي أعطيك مليارات وأقول لك ابني ملعب، هذا مو اختصاصك. طبعا إحنا نحتاج كفاءاتنا البرة اللي تخطط. أنا عندي منظومة رجال على مستوى عالي خارج القطر، متواصل وياهم يوميا. نعم، الأفكار اللي يبعثوها اللي يصدقني يمكن ينقذون العراق. طيب يعني لا يسمحون لهاي الاسماء. نعم، يعني انا بالنسبه لي كابتن يونس حتى ما عندي حرج ان اذكر بعض من هذه الاسماء، وعذرا لمن لا يعني لا 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 يعني تتمكن ذاكرتي من يعني ذكرى الان حقيقه من استرجاع اسمه. يعني عندنا كفاءات مثل الدكتور عبد القادر زينل، عندنا السيد هشام عطاء عجاج، عندنا مؤيد البدري، عندنا عدنان درجال، عندنا اساتذه كبار، عندنا في داخل العراق، في داخل بغداد، واحد من اقدم الاسماء اللي تعمل في اتحاد كره القدم السيد احمد عباس. والله هاي الاسماء قلت لك كلها هو هذا اللي حكيت لك اياه بالبدايه. نعم، تهموم بهاي الالفاظ الدنيئه اللي انت بعثي انت كذا، وهم ذول اللي يقودون كلهم كانوا بهذا الموسم. بالمناسبه في زمن صدام، في زمن صدام اتحدى اي رجل يقول انا ما منتبه للحزب طوعا، فلا يتكلمون الان بالوطنيه. خلوا هاي الناس تجي تعيد وضعنا. اكو شخصيه اللي هو الدكتور علي الحسناوي. نعم، اجى عرض نفسه عليهم هنا مجانا يشتغل بلده، رفضوه وبقيناه بمكانات. يعني والله العظيم استاذ حسين اذا اشرح لك الموقف انت تبكي عليه. نعم كابتن يونس، حقيقه انا اضيف معلومه يعني للساده المشاهدين، حتى احد الكفاءات عندنا، احد الاساتذه الدكاتره في اختصاص في كره القدم الان يعمل في اسباير. قبل فتره انا شاهدته في وزاره الشباب والرياضه، ولما سالت قالوا يعني حقيقه ما بده يرجع للعراق وباقي هناك. هذا الشيء حقيقه يبعث على الاسى ان تمتلك هكذا كفاءات ويستفيد منها غيرك، مع احترامنا لاشقائنا العرب. ممثل استاذ حسين، ممثل الاتحاد الاسيوي. نعم، او الاتحاد الدولي الفيفا. نعم، نفتخر انه عراقي الدكتور شامل كامل.
وواحدة من الكفاءات حقيقة. وكان جالس وياي قبل يومين قبل التظاهر أنا وياه وسيادة الوزير تتداول بهذا الأمر. نعم. شامل كامل إجى قبل 6 أشهر للعراق. نعم. بعثت اللجنة الدولية بالتداول في موضوع رفع الحظر. طيب. جت رسالة ووكالة هاتفية تهدد. منين جت؟ جت من الكويت لو من إيران لو من السعودية. من العراق. عيب علينا خل شوي. أنا كابتن يونس بما أنه أنت فتحت هذا الموضوع، أنا حقيقة أتخوف عليك وعلى الكباتن اللي طلعوا وياك تظاهرة. إحنا يعني في وضع يعني ما نتحمل حقيقة، يعني الله يحرسكم إن شاء الله، إحنا متخوفين عليكم. أستاذ حسين أنا مو أحسن الشهداء اللي تروح بالموصل. فربي اللي خلى راسي فوق جسدي هو اللي ياخذه. حياك الله. فأنا متوقع هذا الشيء بأي لحظة. لكن تركت بصمة بين الناس إنه أكون إنسان شريف يحب بلده، بس خلي العايشين والخونة يتمتعون به. طيب كابتن، في حال إنه يعني لم هو فعلا لم تلقوا آذان صاغية من اتحاد كرة القدم، كيف ستستمرون في تظاهراتكم؟ لن نتوقف أبدا حتى نغير. وسنضطر إلى تدخل حكومي أو دولي لإيقاف الرياضة وإعادة تصحيح مسارنا بأيد ناس لهم خبرة. نعم كابتن يونس، معلومة يمكن عندك أو خليني أنا أوصلك إياها، ملف اتحاد كرة القدم قبل أيام أنا ذكرته حتى في الحلقة الماضية من برنامج حوار سبورت رحل إلى مجلس الوزراء العراقي، يعني هناك أيضا علم مسبق عند الحكومة بهذا الموضوع. هذا الموضوع أنا عندي علم به وراح يكون دكتور مع الحسن ما أذكر اسمه. نعم. ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرياضة. نعم. وراح تكون هناك محاسبة وراح تكون هناك جلسات معهم وأسئلة واستفسارات حول الأموال والوضعية والنتائج، وهنا أنت أستاذ حسين راح تعرف بذاك الوقت أنه من الفاسد ومن اللي يعمل بلده. طيب كابتن يونس، خليني أطمع بالأسئلة معك بعد أكثر. وصلنا أيضا أنه هناك اتصالات من خارج العراق مع شخصك، مع الكابتن إبراهيم سالم، من دوليين سابقين، من كفاءات عراقية تريد مساندتكم في موقفكم. أنا ذكرت لك من البداية. نعم. أستاذ حسين قلت لك أنا كثير من الاتصالات من ناس من خارج تدعم مادية، نحن نحتاج المادية. يعني إذا تسولت إيدينا للمادة راح يقولون ارتشوا. والله لو أبيع أملاكي وأبيع كل ما أملك بس مشيت بخطوة ما أتراجع عنها. نعم. وأني حقيقة كل الخيرين البرة أتشرف يكونون وياي وأتشرف يكون صوتهم، لأن تعرف الأصوات تهز. نعم. فإحنا بدينا بهاي المرحلة ما نتراجع عنها نهائيا. طيب كابتن، ماذا لو يعني حاول الأخوة في اتحاد كرة القدم يعني تمييع القضية يعني أو تأجيل؟ أكو معلومة أستاذ حسين يمكن. نعم. العالم ما يعرفها. نعم. من ظاهرنا البارحة وغلقوا الأبواب. نعم. وهذا دليل فشلهم. اتصلوا بزميلنا رائد. نعم. محمد قال له خلي يجون 5-6 منهم، احنا كنا متواجدين. نعم. يعني من طلعنا انتم متواجدين لكن خفتوا تواجهون. انه الجمهور خاف يتجاوز علينا وهذا تجيبوا لنا 5، هذا تفكير تعرف اسرائيلي يهودي. فما ممكن ندخل 5 ونموع البقيه اللي وياي. لو فعلا اذا انسلخ القائد عن جنوده خسر، هذا دائما يقال هكذا، اذا انسلخ القائد عن جنوده يخسر. قلت لهم نبعد كلنا. شرط وسائل الاعلام كلها تكون موجوده، تعرف ماذا راح يدور من حديث. انا مو هاي الالاف طلعت وياي ادخلهم يقولون دخل بغرفه وتفاوض، لا الاعلام حتى يعلم بالشاشات شنو اللي دار بالحديث. طبعا هذا الكلام الصحيح، اذا كانت وسائل الاعلام حاضره سيثبت كل شيء. هم اللي رضوا هذا الشيء. اذا كان عندهم نيه مساومه فمو احنا المساوم. احنا طلعنا من اجل قضيه علينا أن نكملها. طيب يعني أنا الأسئلة حقيقة اللي دور يعني في ذهني كثيرة، يعني الهيئة العامة بكل علاتها بكل يعني محسوبياتها، خلي أكون أكثر وضوحا وأنت أكثر مني علما بهذا الموضوع كابتن يونس، كيف يمكن إقناعها بهذا التغيير المنشود؟ يعني
بصراحة يعني بنظام غطي لي وغطي لك، الكل ده يعمل الآن هيك، احنا نعرف كل الزين. استاذ حسين هو الحل واضح ذاك هو. وانا اعتقد راح يصير. ان شاء الله يصير، احنا مع كل حل يخدم كرتنا. احنا الشيء اللي ما يأذي سمعة بلدنا. وما يأذي ويصل بلدنا إلى الإيقاف والعقوبات أنا أطلب تدخل حكومي. نعم. قطع تمويل وزارات اللي تقود الرياضة. هنا راح يسوون هم راح يتركون الكرسي ويطلعون لأن هم جايين من أجل الباكي. نعم. اقطع عنهم الأموال راح يتركون. نعم. كابتن يونس يعني هناك كلام. وقدم لهم مجموعة نقية وشرفاء ويعيدوا البلد مجانا. كابتن يونس هناك يعني البعض في الهيئات العامة في الاتحادات الأخرى بالأمس بعد التظاهرة أصبح لديها الآن صوت وبدأت تتكلم عن تغيير في باقي الاتحادات وصولا إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. والله قلت لك أنا هو الفساد مستشرف كل المؤسسات. هذا اللي أريد أوصل له، الموضوع أكبر من اتحاد كرة القدم حتى. الآن أصبح يونس حديث الشارع، أصبح يونس بطل قومي لأنه هو بدأ هاي. أنا وياكم حتى جميع الألعاب جميع الكلام أنا مستعد وياكم. فهنا هي بدأت الثورة كلها راح تنتهم على يعني مصالح اللي مسروقة منهم. فاحنا اليوم لازم نشتغل الرجل المناسب بالمكان المناسب اللي ما له وجود بهذا المجال ما يبعد بالكرسي. نعم كابتن يونس حقيقة يعني شرفتنا وإحنا شاكرين يعني إعطائنا هذا الوقت وإن شاء الله على يعني ننتظر وعدك أنه تكون ضيف عندنا هنا في حوار سبورت ونتحدث باستفاضة أكثر عن هذا الموضوع. شكرا لك كابتن يونس، تحياتي لك. مشاهدي الكرام حقيقة كلام كثير منذ انطلقت التظاهرة ولحد الآن. التظاهرة ضمت شرائح مختلفة مثل ما أسلفنا، لاعبين دوليين سابقين، مدربين دوليين سابقين، ولاعبي أندية سابقين، وإعلام، وكذلك جمهور رياضي وروابط أندية أيضا تظاهرت. الموضوع يعني بدأ يكبر شيء فشيء، خصوصا بعد أن تضاءلت فرص المنتخب الوطني العراقي بشكل تام في التصفيات المونديالية نتيجة التخبط. وتحدثنا في الحلقات الماضية عن تبديل 4 مدربين، يعني بدءا من يعني خلينا نكون مع بداية مع يعني أكرم سلمان، ثم يحيى علوان مباراة واحدة السيد عبد الغني شهد، ومن ثم المجيء بالكابتن راضي شنيشل لمنتخب بحجم منتخب العراق اللي كان يشكل حجر زاوية، يشكل رقم صعب في التصفيات الآسيوية سواء على المستوى المونديالي أو على مستوى القارة الآسيوية. لا أريد يعني أن ألقي باللائمة على المدرب راضي شنيشل لوحده فقط، هو يتحمل جزء من ما آل إليه وضع الفريق العراقي الأول، لكن بالعودة للتصفيات الأولية نحن لم نستطع تصدر مجموعة فيها فيتنام وتايلاند. إذن هو الخلل منظومة وليس خلل المدربين فقط، والدليل أنه مع تبديل المدربين وتعاقبهم دائما ما تكون النتائج لا تلبي واقع وطموحات الشارع الكروي العراقي. يعني أتمنى من السيد المخرج يعيد لنا مرة ثانية لقطات من التظاهرة حتى يعني نوقف عند الكثير من الكلام اللي أطلق الأخوة في هذه التظاهرة اللي جابتها شوارع بغداد. الهيئة العامة هي اللي اختارت الاتحاد، هم الهيئة العامة كلهم رؤساء أندية مو صحيح؟ هم أنديتهم وين؟ أنديتهم هي اللي عليها اللغط والاتلاس والسمسرة، كل نادي ما عنده شباب وناشئين والله مو عنده هيئة عامة، أي هيئة عامة؟ فريق ما بيه أشبال وناشئين وشباب، ما بيه باقي الألعاب عضو هيئة عامة؟ هم أنديتهم فاسدة، يصيرون ممثلين عن الشعب يختارون الاتحاد؟ الحقيقة كلهم رياضيين، بس عندنا شغال حيدر رياضي، الباقي كلهم جو على المحاصصة. هذا منتخب عراقي هو اللي فضح الشعب العراقي، هو من واحد الشعب العراقي، يعني هاي إنجازاته، يعني الهند ويانا صارت، احنا بطل خليج كم مرة، صعدنا كأس آسيا، هذا من فضح الشعب العراقي، واحد الشعب العراقي، ذول يخذلون المنتخب، يعني احنا نطالب بقالتهم، يعني والله العظيم احنا نحكي بدم قلبنا والله العظيم.
أنا جاي مشي والله العظيم من البيت على مود المظاهرات. يجب أن يقدموا استقالتهم لأن هذول ما يفيدون الكرة العراقية، والكرة العراقية يعني مستواها كان يعني ما أعرف يعني إيش أقول لك، يعني ما أعرف والله العظيم ما أعرف شو أنا أعبر لك. اليوم إحنا جايين هنا مطالبين الاتحاد كرة القدم الاستقالة. لو سمحتم 86 سنة 86 كان كل لعباتنا كانت خارج العراق، خارج أراضينا، كانت منطقتنا شو اسمه العفو الملاعبنا هي بالطائف بالسعودية، يعني لا سوريا ولا إيران قريبة على الجمهور حتى يروح الجمهور يشجع، كنا نروح هناك بطيران ونخسر فلوس وكذا من أجل الكرة العراقية من أجل المنتخب. الآن اللعبات قريبة والمجموعة بسيطة جدا، مستوى 80 كأس العالم، هسه بنصعد كأس العالم بسبب الاتحاد. لو سمحتم اخرجوا الدين من الرياضة، السياسة الدين، الرياضة الدين، يا أخوان الأحزاب مريتها يا أخي العزيز، الأحزاب ضغطت على المنتخب وضغطت على الرياضيين، فرجاء هاي الأحزاب الدينية ابعدوا عن الرياضة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. حقيقة يعني الآراء حتى من المواطن البسيط يبدو أنه يعني يعرف مكمن العلة أين، ويشخص ما يعني مصير وما آلت إليه كرتنا إذا استمرت بهذا الوضع المزري حقيقة. يعني كنا نتحدث مع الأخوة في اتحاد كرة القدم باستمرار أو مع البعض منهم حتى نكون منصفين، يعد بأنه يخطط وأن الاتحاد يخطط. لو كان الاتحاد تخطيط لكان وضع المنتخب العراقي أفضل مما وصل إليه الآن. أتمنى يعني حقيقة أن نحاول خلال يعني الحلقات المقبلة أن نستضيف أحد الأخوة في اتحاد كرة القدم حتى يوضح لنا ردة فعلهم على ما طرحه الشارع العراقي، وإن كنت حقيقة يعني أشك في أن يعني تلبى أو يستجيب الأخوة في اتحاد كرة القدم لهذا المطلب، إلا يمكن شخصين أو ثلاثة منهم فقط ممكن أن يعني يتجاوب معنا في هذا الموضوع. الموضوع أكبر لمن يعني أكبر من أن يميع، أكبر من أن تتخلل المساومات، موضوع منظومة بالأمس تظاهرة توحي وكأن يعني مرجلا بخاريا كان قد يعني وصل إلى حد من الغليان فانفجر في هذه التظاهرة التي كما يعني تحدث الكابتن يونس عبد علي قبل قليل أنها لن تتوقف وسوف تتوقف في حال واحد، هو تحقيق مطالبها بتغيير جذري وشامل في منظومة الكرة العراقية. أبعد من ذلك حتى نجومنا اللي في المهجر واصلوا الكتابة وإرسال رسائل للجمهور الرياضي بالاستمرار في مطالبة من أجل التغيير، حقيقة أسماء كثيرة منها بعض الكفاءات اللي حقيقة تستحق أن تعمل هنا ويستفيد منها اتحاد كرة القدم اللي لا زال يبعد هذه الكفاءات بحجج كثيرة. تحدثنا عن مجموعة أسماء نقدر نضيف لها مجموعة أسماء أخرى، عندنا على سبيل المثال دكتور كاظم العبادي في لندن ممكن الاستفادة منه، عنده أكثر من مؤلف في الشأن الكروي وشهادات من أندية واتحادات عالمية كروية، اتحادات كروية عالمية ممكن الاستفادة من هذه الخبرات في يعني عمل اتحاد كرة القدم اللي حقيقة يعني لا يزال يدعو إلى التساؤل وحقيقة الحيرة. صحيح أننا لم نتأهل منذ العام 86 لكننا لم نشاهد تخبطا إداريا وتخبطا في التخطيط كالذي نشاهده الآن. أحد الأخوة المتظاهرين يمكن هو واحد من عذرا يعني ما أذكر اسمه لكن كلامه حقيقة يعني مؤثر جدا، قال إذا كانت الهيئة العامة رؤساء أندية ورؤساء الأندية، هذه الأندية لا تملك فرقا للفئات العمرية، كيف يمكن أن تكون في الهيئة العامة؟ في كلام هذا الشخص حقيقة الكثير من الأمور اللي أريد يعني نتحدث عنها، لكن حقيقة الغصة تملأ الحلق وتضع فيه شجن جراء ما يحدث لكرتنا. نجمنا الدولي السابق واللاعب المقاتل والإنسان الخلوق غانم عريبي، تحية لك كابتن وأهلا وسهلا بك في برنامج حوار سبورت. أهلا بك حبيبي، أشكرك على المقدمة، ممنون منك حبيبي. حياك الله كابتن غانم. يمكن أنت من الأشخاص اللي من زمان كان يشخص حتى قبل الجميع، ليس من باب الإطراء لكن هذه حقيقة، كنت غير مقتنع بالكثير
من ما يذهب إليه اتحاد كرة القدم، لكن أنت والأصوات اللي خرجت في تظاهرة الأمس كانت قليلة، الآن أصبحت الأصوات كثيرة وأصبح الصوت مسموع. مطالبكم، ما هو سقف المطالب؟ كيف وجدتم تجاوب الشارع الرياضي معكم؟ طبعا بداية أشكرك على المداخلة، وأنا أشكرك، وأنت تعرف وأنا يمكن من مثل ما قلت حضرتك من الأوائل اللي ما راضي على عمل الاتحاد. نعم. ما راضي على عمل الاتحاد، مو أشخاص الاتحاد، وأكبر دليل إنه يعني جمعوا لي وحرموني تقريبا سنتين، يعني حرمان سنتين، ما موجودة لا بقانون كرة القدم ولا بالأنظمة الداخلية كلها بالاتحادات العالمية. لأنك غانم عريبي كابتن. الله يسلمك. فأنا يعني احنا الهدف ليس شخصي للأشخاص أو ليس لمنفعة شخصية لي ولإخواني. نعم، منظومة. الهدف منه أنه تصحيح الكرة العراقية. إلى متى نبقى احنا كل أربع سنين، كل 2014 نقول هالسنة، 2010 نقول هالسنة، 2006 و 2002 يعني هاي ما معقولة يبقى إلى أبد الأبد. هالأخطاء اللي تصير وهالعدم التخطيط اللي مسبق لبطولة كأس العالم واللي هي أربع سنين. طيب. فأنا أقول إحنا كأشخاص لا نستهدف الاتحاد بأشخاص وإنما بأعمالهم، يعني تدري أنت عدم التخطيط يورد هاي الإخفاقات اللي موجودة في كرة القدم واللي طبعا موجودة بالشارع الرياضي. احنا كأشخاص ما عندنا منفعة شخصية لك، وقلت لك انه هدفنا واحنا ما انا حقيقة مو ما يعني ما متأمل من الاتحاد، انه لان احنا ثقافة الاستقالة ما موجودة بالعراق. نعم. عزيز. بس احنا يعني احنا اغلبيتنا يعني متأملين من الهيئة العامة اللي هي السلطة العليا واللي هي السبب في مجيء هؤلاء او اخواني اللي موجودين بالاتحاد. يعني كابتن الهيئة العامة بذلك تقصد؟ نعم، هي الهيئة العامة هي المسؤولة، واذا الهيئة العامة مثل ما يعني قلت انه اذا هي يعني موافقة او تبقى ويا الاتحاد على هذا التخطيط وهذا العمل، ف يعني يصير هاي مشكلة الهيئة العامة وليس مشكلة الرياضيين. وانت تعرف احنا كرياضيين يعني نمشي بالشارع، اخوان وينكم انتم؟ ليش تستقبلون على يعني احنا سبب وبدون سبب احنا صايرين سبب بالرياضه العراقيه مشاكل. نعم. كابتن غانم، هناك اتصالات وتنسيق مع عراقي المهجر من نجوم وكفاءات عراقية تحدث فيه الكابتن قبل الكابتن يونس عبد علي، هل سيفضي هذا إلى يعني جهد جديد ينصب في خدمة مطلبكم في إصلاح المنظومة الكروية العراقية؟ هو كل يعني صدق كل شريف عراقي، كل رياضي إذا كان لاعب مو بس بكرة القدم يا أخي، يعني مو بس بكرة القدم. نعم. هذا ينسحب يعني على كل الاتحادات حقيقة. احنا على كل الرياضة، يعني احنا كنا أبطال آسيا بالسلة، أبطال آسيا بالطائرة، أبطال آسيا برفع الأثقال، بالمصارعة، حتى بالجمباز. الآن احنا وين ترتيبنا بالنسبة للرياضة العامة؟ مو رياضة كرة القدم اللي هي يعني الهند صار 101 واحنا 122 او 119، هاي مشكله. وهاي احنا كرياضيين احنا مسؤولين على هذا التخبط ايضا. مسؤولين بس ما عندنا حيله، يعني صدقني اذا الرياضيين المهجر ما قابلين على الوضع، واذا احنا بغداد احنا ما قابلين على الوضع، فاحنا نحاول نصحح والتوفيق من الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله نشوف يعني وضعيه التفاصيل الجايه شيء يصير، وانا اعتقد انه التفاصيل نفس ما هي اعتقد. نعم. الكابتن غانم عريبي، شكرا جزيلا لك كابتن، حقيقة أسعدنا الاتصال بك وإدلائك برأيك. شكرا لك مرة ثانية كابتن. مشاهدي الكرام، يعني هذا ما يعني ما استطعنا أن نحدده في اليوم الأول للتظاهرة التي انطلقت، تظاهرة الشارع الرياضي العراقي. يعني قد يصفها البعض بأنها مجموعة صغيرة، قد يصفها البعض بأنها أفراد، قد يصفها من يصفها،
لكن إذا لم يعني توجد حلول جذرية لدى اتحاد كرة القدم، خلينا نكون أكثر وضوح، يعني إذا لم تحل القضية بحل جذري، ما أعتقد الآن الشارع الكروي العراقي سيقف عند هذا الحد، بل سيمتد يعني الموضوع إلى أكبر من جغرافيا المكان اللي موجود به اتحاد كرة القدم. بالأمس الأخوة في محافظة البصرة، وتحية لجماهيرنا الكروية في محافظة البصرة أيضا، خرجت بتظاهرة مساندة لهذه التظاهرة، ونحتاج أيضا أن تساند بقية الجماهير في كل المحافظات، العاصمة بغداد والأخوة في البصرة، وأن تدعو إلى التصحيح في المنظومة الكروية على وجه الخصوص والمنظومة الرياضية بشكل عام، حتى نتخلص مما وصلت إليه الرياضة العراقية. البعض يعني يهدد بالتلويح بعقوبات من الاتحاد الدولي وما إلى ذلك، مرحبا بالعقوبات إذا كنا سنستطيع بناء البيت الداخلي بصورة صحيحة والانطلاق مرة ثانية إلى يعني إلى المشاركات بطريقة بشكل يشرف ويليق باسم الكرة العراقية التي فقدت الكثير من بريقها في الآونة الأخيرة. مشاهدي الكرام، حقيقة يعني لم يبقى إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وأعدكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة سيكون إن يعني تغطية خاصة وأولا بأول عن تحركات الشارع الكروي العراقي المطالب بإصلاح المنظومة الكروية العراقية والرياضة عموما. إلى ذلك الوقت، إلى اللقاء.